السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في نهايات عام 1993 و 1900 وبداية 1994. كانت القضية الرئيسية في العالم كله هو قضية التطهير العرقي للشعب البوسناوي أو المسلمي البوسني في هذا الوقت. في هذا الوقت احنا فتحنا مكاتب في أوروبا وكذلك في أمريكا، وكان علينا نفعل مثل هذه المكاتب. ففي ديسمبر عام 1993 كانت أول رحلة لمؤتمر كبير إسلامي في أمريكا. حضر هذا المؤتمر جانجير مالك اللي هو راح مكلف أن يكون مسؤول الإغاثة في أمريكا، ومعه زوجته شاهين. راحوا على لوس أنجلوس. طبعا المؤتمر أعتقد كان في شيكاغو أو في واشنطن دي سي، لا أتذكر أن رحت هناك. كان معهم الأستاذ مصطفى عثمان والأستاذ فادي عتاني اللي هم عملوا يعني معرض كبير جدا للإغاثة في هذا المكان. في بدايات عام 1994 لحقهم الأستاذ أنور خان، وكان شاب صغير. كلهم كانوا شباب صغيرين في العشرينات من عمرهم، لكن كان عندهم الطاقة والحيوية والرؤية والطاعة إلى آخره. كانوا هم من متطوعين الإغاثة الإسلامية في مدينة برمنغهام. احنا كنا نعرفهم على حتى على مستوى العائلة. طبعا العائلتين كانوا زعلانين ان احنا خدنا اولادهم وديناهم امريكا في ذلك الوقت. كان ام جنجير وام انور كانوا ما يحبونش على الاطلاق عشان اخدت منهم ابناء. على العموم بدأت استراتيجيتنا في العمل لدعم هذا المكتب في امريكا باننا اسافر اكثر من مرة في العام من خلال استفادتنا من اللي هو تذكرة شركة دلتا اللي ادينا شهر. وفي شهر رمضان من هذا العام اللي هو كان اعتقد في ابريل او بعد ابريل تقريبا، يعني لا اتذكر الوقت بالضبط، سافرت انا وشاب اسمه وسيم يعقوب، واتفقنا ان احنا الاثنين كل واحد فينا ياخذ مجموعه من الولايات عشان يعمل فيها نداءات لدعم الشعب البوسناوي وقضيه المجاعه في افريقيا الى اخره الى اخره. كان التنافس بيننا في هذه الاونه ان احنا نجمع اكبر قدر من التبرعات لهاتين القضيتين. طبعا كنا كل يوم شهر رمضان المبارك بنبيت في مكان مختلف، انا واخذ مجموعه من الولايات ووسيم واخد مجموعة من الولايات، وأعتقد كان أنور رايح مع وسيم وأنا كنت رايح لوحدي إلى آخره. في آخر الشهر بعد ما جمعنا رفينا حوالي لمدة 25 يوم الولايات المختلفة، رفينا حوالي 30 أو 40 أو أكثر من 40 ولاية في 25 يوم ده. طبعا تفوق علي الأخ وسيم يعقوب لأنه كان بيتكلم الأردو بيتكلم كذلك الانجليزي، انا كنت بتكلم العربي والانجليزي. ويعتقد ان احنا جمعنا ما يقارب من 50,000 دولار من هاتين الجولتين. فالجولات اللي احنا كنا بنعملها هناك كانت جولات اجتماعيه بنسميها للالتقاء بالقواعد الشعبيه المجتمع المسلم في داخل امريكا. في بعض الاوقات نبات في المساجد، بعض الاوقات نبات في المراكز الاسلاميه، بعض الاوقات نبات في بيوت المتطوعين. لكن كانت الدورة كاملة 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 لا توقف مثل هذه الأوقات. كانت رحلات في أمريكا في هذا الوقت، أمريكا سبق بريطانيا في عملية جمع التبرعات، وبدأنا نتعرف على حاجة اسمها العشاء الخيري أو العشاء الخيري عشان نعممه في أوروبا. أوروبا ما كانتش يعني إيه متعودة على حاجة اسمها عشاء خيري، لكن بدأنا ننقله أو حاول نرتبه من خلال متطوعين في مدينة لوس أنجلوس وبعض المدن الأخرى لإقامة مثل هذه العشاءات الخيرية. وكنا نحن المؤسسة الوحيدة اللي هي تستطيع أن تقول بمنتهى القوة والحزم إن احنا يعني عندنا مكاتب في داخل البوسنة. حصل مشكلة بعد كده هو في نهاية عام 1994 وبداية عام 1995 اللي هو أحد المؤسسات اللي هي كانت شركتنا اسمها مؤسسة الرحمة، لأن احنا كانوا المفروض هم يكونوا الممثلين لنا في أمريكا.
اشتكوا الأمناء إزاي هنفتح مكتب الأخيرة، وكاد الأمناء عاطفيا يغلقوا مثل هذا المكتب اللي احنا كنا فتحناه يعني هناك. وده هكمل اللقاء معكم في هذه المشكلة في رحلة يناير عام 1995. لكن لم أدري كم مرة أنا زرت أمريكا عام 1994، وكنا بنفس الرحلة اللي احنا بناخدها بتاعت شركة دلتا للسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.